الشعب الصحراوي في الجزائر دائما وابدا وشكرا لكم. الشعب الصحراوي في الجزائر دائما وابدا وشكرا. جئنا هنا اليوم لنقول للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري أننا كنخبة ندعم موقف الدولة الجزائرية وندعم موقف الشعب الجزائري في دعم قضايا التحرر الوطني، التحرر سواء كانت في الصحراء الغربية أو في فلسطين. نحن اليوم نطالب من هذا المنبر، نطالب كطلبة، كمنظمات طلابية، كعمال، كأساتذة، كأسرة جامعية بكل معنى الكلمة، أن تشمل هذه المبادرة جميع الجامعات، جميع الأطياف، جميع أطياف المجتمع المدني.